نستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سمك وفي الأسواق داخل سور المدينة شفتوا الفضلات الكميات المهولة من الفضلات، لذلك علاش احنا اليوم موجودين مع أعوان تنظيف مصلحة أعوان تنظيف المدينة العتيقة. للأسف معناها كنا سنام شكون أمور وظروف خير من عام الأول على مستوى فضلات انتصاب الفوضى بحكم كوفر فو هاك تشوف توا احنا في المدي ساعة وشوية، لكن للأسف مازال يرفعوا في معناها في السلعه نتاعهم، وهذا معناها بصراحه خلى الاعوان يتقلقوا. ولكن انا شو نقول يعطيهم الصحه كما كنت نسمع فيهم قبيله انهم اليوم باقي العزيمه والاصرار اللي عودوني به باقي مازالوا متمسكين به، والاكيد انه صفاقس غدوه باش نلقاوها نظيفه ان شاء الله.